السؤال الأخير يجب أن يكون عن الاقتصاد، ماذا ستفعلون؟ نحن نشعر بالأزمة الاقتصادية التونسية لأننا في أزمة مماثلة، يعني وتونس تقوم على الاستثمار والسياحة، ماذا أنتم فاعلون؟ أولا قانون المصالحة اللي سيخلق مناخ ملائم للاستثمار، وبدون ذلك فأنا لا استثمار لا داخلي ولا خارجي، ولهذا هذه موضوع أولي من أولويات، لذا احنا قدمنا هذا المشروع. يعني تتوقعون مثلا معونات من دول أجنبية، من مؤسسات مانحة؟ نحن لا نطلب أي إعانة، ولكن نقبل إذا كان أصدقائنا حبوا يساندونا. وسبق لي أن قلت إلى أحد المسؤولين واستنجدت بشعر الفرزدق. ماذا قال الفرزدق؟ وأجمل من نور تفتحه الصباح بياض العطايا في سواد المطالب. نحن نعرف أن المطالب سوداء، ولهذا لا نطلبها، ولكن إذا كان أصدقائنا ساندونا أهلا وسهلا. بس لديكم خطة للتنشيط الاقتصادي ولاستعادة السياحة مرة أخرى بعد حادث السوسة؟ بالطبع، ولكن يعني لابد الدخول للبيوت من أبوابها، وفيه مواضيع أولية يجب حقها، وأول شيء حقوه للرجوع الاقتصاد إلى طريق هو خلق المناخ الملائم للاستثمار، سواء كان المناخ الداخلي الاستثمار الداخلي أو الخارجي، ولا وجود الاستثمار خارجي بدون استثمار داخلي طبعا. لكن الآن المناخ في تونس غير ملائم، لأن الاستثمار الداخلي يخو مكانه، لأنهم كثير منهم متخوفين من التتبعات ومن كذا، لأن هذا يعني الشيء اللي كان قبل وإحنا ما نحبوش نرجعوا له، يعني مليونين تونس كانوا في الاتجاه، يعني نقطوهم كلها باش نرضيه المعارضة وأننا أنا أشفينا الغليل، لا هذا شيء جاوزته الأحداث. سيدي الرئيس أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ربما كلمة بقى للشعب المصري. تحية للشعب المصري، كما تقولون صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر، صباح الفل يا تونس. أنا بشكرك شكرا جزيلا، برحب بك مرة أخرى في وطنك الثاني مصر، وربما نلتقي المرة الأخرى في تونس إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، كان هذا هو لقاءنا. أتي إلى تونس فإنها تؤنس طبعا. أشكرك سيادة الرئيس، وكان هذا هو لقاءنا مع السيد الرئيس التونسي باجي قايد السبسي هنا في القاهرة بعد لقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكركم أعزائي المشاهدين، ونتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير.